وسنرجع بعد أيام إن شاء الله لاستكمال جوانب هذا الاتفاق. وكانت هذه الدعوة برعاية مصرية من القيادة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعني رعى هذه الاتفاقية ورعتها مصر والمسؤولين فيها، بمشكورين على ما قدموا للشعب السوري من أجل حقن دماء الشعب السوري ومن أجل استكمال دورهم العربي الكبير الذي تتبوأ به مصر كدولة عربية كبرى وفي الإقليم، بتبني الدفاع عن القضايا العربية وإصلاح القضايا العربية كما شهدنا في سابقا أو منذ قريب حكومة الوفاق في غزة التي حدثت بأيدي مصرية وعلى مساعي وجهود مصرية تشكر.